تقبل، كوب من الحليب ونص كوب من الزيت الزيتون، ونضيف شوية زبادي. ولكن قبل ما بنضيف المقادير دي كلها في الخلاط اللي موجود عندي، تعالوا ندوب الخميرة في شوية مية دافين. قد ايه خميرة يا شيف للكيلو الدقيق؟ هنا الموضوع يختلف. احنا اتفقنا ان الخميرة مفيدة جدا ولها فوائد. لو انا حطيت نص معلقة هيبقى السرعة بتاعة تخمير العجينة بطيء، لو حطيت معلقة كاملة هيبقى سرعة تخمير العجينة أسرع، لو حطيت معلقة ونص أسرع. فوجود الخميرة بالزيادة أو بالنقصان مش هيأثر على العجينة، ولكن في المعقول، لأن مش عايز أكل عجينة فيها ريحة الخميرة. شايفين مقادير عجينة البيتزا دي، مقادير البيتزا بالسي فود، 2 كوب حليب، كوب دقيق، عندنا فلفل وطماطم قليل من الطماطم، البطاطس البوريه، ربع كوب زيت زيتون، مياه حسب الطلب، رشة ملح، رشة سكر، رشة ملح ورشة سكر لازم للعجينة. تعالوا نشوف هنعمل البيتزا ازاي. انا هنا باجي بحط الدقيق الاول، نرفع العجينة كده. طبعا انا عامل عجينة قبل، عشان العجينة دي عايزة طبعا نص ساعة تخمير. عايزين نعرف ايه هي بقى خطوات العجينة من بداية ما بنعجنها. أنا كده بحط الدقيق في العجانة، الخميرة بدوبها بشوية مية دافين، المية موجودة عندي. الكيلو الدقيق تقريبا له معلقة شاي خميرة. بدوب الخميرة كده في مية دافية. ليه يا شيف أحمد دوبت الخميرة في مية دافية؟ علشان تدوم معايا بسرعة، دي الخميرة اللي هي الخميرة الفورية، تدوم معايا بسرعة. في الخميرة البلدي طبعا ديت بتحتاج لوقت شوية في التخمير. أنا مش هقول إيه الخميرة البلدي ولا الخميرة الفورية إلا لما أسمع أجوبة من السادة المشاهدين ومشاركة والاتصال على قناة الرحمة الفضائية، علشان نعرف إن السادة المشاهدين متابعينا وبيقولوا لنا إيه الفرق بين الخميرة الفورية والخميرة البلدي. دوبت الخميرة كده في شوية مية دافين، شوية حليب، أضيف كل الكمية كده. عندنا اختيار، فينا نعملها بزيت الزيتون وفينا نعملها بالزبدة. الأفضل إيه يا شيف؟ الأفضل زيت الزيتون، لأن أنا عاجن البيتزا بحليب دسم، يعني الحليب كمية حليب زيادة. البعض بيحط نص حليب والكمية كتير مية، لا أنا كده مش هستخدم مية كتير، فهنا العجينة هتبقى دسمة شوية. وحسب أنا ما هعملها، هعملها بالسي فود أو هعملها باللحمة أو هعملها بالصلصة الطماطم اللي هي المارجريتا بس طماطم وجبنة، فأنا بحدد طريقة عمل العجينة إذا بزيت زيتون ولا بالسمنة على حسب ما هستخدمها. أنا هنا هضيف شوية زيت زيتون. زيت الزيتون بيلعب دور جامد هنا في إن بيخلي العجينة بتاعتي طرية. إضافة الزيت للدقيق بتاعي في العجينة بيساعد إن العجينة بتاعتي تكون طرية ما تبقاش يابسة، دي رقم واحد. إضافة شوية زبادي للعجينة بتخليها طرية برضه بعد العجينة ما تطلع من الفرن وقعدت فترة طويلة، بنمسك العجينة المفروض تبقى طرية وسخنها تبقى طرية. ما ينفعش إن أنا بعد ما أطلع البيتزا من الفرن وأركنها شوية لتاني يوم ألاقيها ناشفة ويابسة زي الرغيف العيش، فالزبادي بيساعد على طراوة العجينة بعد الخبيز. تيجوا لحاجة بقى سر نجاح البيتزا، زي ما وعدتكم كل أكلة ولها سر وكل أكلة ولها نفس. أنا النهاردة هضيف شوية بطاطا بوريه للعجينة بتاعتي. البطاطس البوريه للعجينة ده بقى السر بتاع نجاح البيتزا. عندي بجيب بطاطسية موجودة عندي اهيت، سلقتها جامد كأني عاملها بوريه، بقطعها مكعبات في شوية مية صغيرين وبسلقها، وباجي أهرسها بمعلقة البوريه ديت. دي موجودة عند بتاع الأدوات المنزلية في أي محل بتاع أدوات منزلية، بجيب ديت دي بطاطس بوريه، أو إذا دي مش موجودة بضربها في الكبة بتاعة اللحمة. طيب لا دي ولا ديت، بجيب الشوكة. إحنا اتفقنا مطبخنا فن وإبداع، يعني لازم في حلول مختلفة لطريقة الطهي بتاعتي. أنا عندي بجيب المعلقة اللي قدامي وبهرس البطاطس البوريه بالشكل ده. الله كده جاهزة، بضيفها هنا للعجينة. البطاطس دي فايدتها ايه يا شيف للبيتزا؟ كلنا بنروح على محلات البيتزا الكبيرة وبنلاقي العجينة من الأطراف مقرمشة
ولونها برونزي جميل جدا، وبناكل العجينه بنسمع لها صوت في بقنا تحت اسناننا زي الفستق كده. ليه؟ البطاطس للعجينه طبعا هم بيضيفوا بطاطس بودر، بودره زي الحليب البودره دي موجوده، ولكن انا بفضل البطاطس الفريش. معانا اتصال. السلام عليكم. احمد من الغربيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك بالنسبه للفرق ما بين الخميره الفوريه، الخميره الفوريه بتبقى حبيبات. حبيبات. يعني بتبقى زي بودره زي السكر كده، حبيبات كده بتبقى زي السمسم كده. اما الخميره البلدي بتبقى قوالب، وبتبقى طبعا فاشل عمليه الماده الحافظه او كده زي الخميره الفوريه. وطبعا بسم الله ما شاء الله الخميره الفوريه لو انا مستعجله في مخبوزات العادي اللي هي بسكوتات مثلا او البيتزا او الحاجه ومستعجله عليها فبحط الخميره الفوريه. كوي. اما المخبوزات العيشات والمخبوزات اللي هي الكحك والحاجات دي العادي يعني في البيت بعمل اللي هي الخميره البلدي. الخميره البلدي. طب عايزين نعرف الخميره البلدي ايه هي والخميره الفوريه، احنا استخداماتها اوكي الاثنين ممكن تقريبا يادوا نفس الغرض. بس عايزين نعرف الفرق بينهم ايه. بالنسبه الخميره البلدي ايه يعني بتتعمل من ايه الخميره البلدي؟ بتتعمل عامه الخميره البلدي على فكره بتتعمل من ايه؟ بتتعمل من ايه؟ لا ما اعرفش بقى حقيقي ديت يعني. ما هو الله اعلم. نعم هي دي اجابه سؤالنا يا ست الكل. جزاك الله خير. احنا طبعنا ان وجبتنا ايه النهارده؟ يا رب تكون لا ان شاء الله حضرتك بتعمل البيتزا النهارده، انا لسه فاتحه على فكره يعني وش الناس حضرتك وانت بتقول لا ميعاد البرنامج، ميعاد البرنامج الساعه 1 بالظبط. بسم الله ما شاء الله يا دوب باجي من وقت المدرسه بتاعتي. طيب يا ست ربنا يوفقهم يا رب. الله يعينك وجزاك الله كل خير. لا انا بسم الله ما شاء الله متابع حضرتك يعني بسمع على طول حضرتك وفي الاعاده بتاعت الصبح. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك على الاتصال. طبعا النهارده البيتزا بالسي فود، احنا بنعمل العجينه فينا نعملها بالسي فود، فينا نعملها باللحمه، فينا نعملها بالخضار، فينا نعملها مارجريتا زي ما احنا عايزين، ولكن الاساس البيتزا الاول العجينه نعملها. خلينا نعملها. طبعا مهم جدا ان انا اول ما اشغل المكنه ما اشغلهاش على عالي علشان الدقيق ما يطلعش بره الحله بتاعت العجينه. كده بالمعلقه بجيب الاطراف كده تكون جنب الميه هنا، بضيف ميه حسب الطلب حسب ما العجينه عايزه، واحده واحده كده شويه ميه صغيرين. اقلب العجينه كويس كده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. طبعا فكره ان انا اعجن على ايدي كمان ده افضل بكتير، بتحكم في العجينه زي ما انا عايز، وخاصه اذا انا بعمل بيتزا المضرب ده مثلا بيكون اذا انا بعمل مارينج مثلا او كيكه او خلافه. ولكن احنا طبعا دلوقتي في وسائل حديثه للعجين والمعدات بتاعه المطبخ فالمفروض نعرف نستخدمها. بضيف شوية سكر وشوية ملح. فايدة السكر والملح ايه يا شيف للعجينة؟ معانا اتصال. السلام عليكم. الاخت نجلاء من اكتوبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف؟ يا اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك لك. مبروك على البرنامج الجديد. الله يبارك فيك. مبروك للسادة المشاهدين كلهم. ايه ربنا يكرمك. ايه حلقتنا النهارده يا ست الكل؟ المطبخ الايطالي في البيتزا وال البيتزا والروزوتو الطلياني. الروزوتو الطلياني. الروزوتو الطلياني دي اكله حلوه قوي بيحبوها الاطفال. ايه؟ الاطفال بيحبوها قوي الاكله دي. فعلا بيحبوا الحاجات دي جدا. واجابه سؤال يبقى يا رب تكوني مشاركه معانا. الفرق ما بين الخميره العاديه والخميره الفوريه، ان الخميره الفوريه جافه. الخميره الفوريه جافه والخميره عباره عن بودره وحبوب في اكياس كده. والخميره البلدي. والخميره البلدي دي تبقى قطع طريه كده شويه. قطع ايه؟ ايه؟ قطع ايه؟ تبقى قطع على بعضها كده. قطع من العجين يعني؟ قطع إيه؟ من العجين؟ قطع زي العجين كده. طيب. طبعا انا مش هقدر اقول لحضرتك صح ولا غلط الا في اخر الحلقه، في اخر حلقتنا واحنا بندوق طعم البيتزا كده هنقول الاجابه وايه الفرق، والخميره الفوريه ايه هي
والخميرة البلدي بتتصنع من ايه. ماشي، ارجوك تتابع البرنامج للاخر واشكرك على الاتصال، شكرا جزيلا. انا هنا ضفت سكر وشويه ملح. فايده السكر للعجينه وخاصه لو كان فيها خميره، احنا عارفين الخميره بتتكاثر مع السكريات، دي عمليه بقى فيسيولوجيه او كيميائيه، الخميره بتتكاثر مع السكريات، فاضافه السكر هيساعد على تخمر العجينه بتاعتي، دي رقم واحد. رقم اتنين، السكر فايدته للعجينه بيخلي فقاقيع الهواء اللي موجوده تخش جوه العجينه، احنا مطلوب مننا ان العجينه يتخللها هواء الاكسجين، علشان ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلعه الخميره مع الحليب ده طبعا بيساعد على تخمر العجينه. هو التخمر اساسا، التخمر ان الخميره مع الحليب او مع الدقيق في انزيمات بتتفرز اللي هي بتنتج عنها ثاني اكسيد الكربون اللي بيساعد على انتفاخ العجينه. احنا قلنا برنامجنا فيه معلومه صحيه ومعلومه عن كل اكله، انا عارف ان كلكم بتعرفوا تعملوا بيتزا وكلكم بتعرفوا تعملوا ريزوتو وشاطرين في المطبخ.